السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام والأعزاء والأحباب، أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى تعلق أهل هذا البلد الطيب بالعلم والعلماء، وهذا وسام شرف لهذا البلد. الشيء الآخر، أرجو الله أن تجدوا ما كنتم تتوقعون، وإلا فحسبكم الله ونعم الوكيل. الموضوع الذي أجبرت عليه الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد خالق الأكوان، هذا وعد الله رب العالمين، هذا وعد من بيده كل شيء، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. سنن ثابتة. فحينما يرى الإنسان أن شيئاً مما قرأه في القرآن لا يتحقق، فليتهم نفسه وحدها. عبادي، في الحديث القدسي: من وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك، من عمل صالحاً، ما العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل الذي يصلح للعرض على الله. عمل في نفاق، عمل في كذب، عمل في تظاهر، عمل في تضخيم للذات، عمل في تقليل من شأن الآخرين، هذه أعمال لا ترضي الله. العمل الصالح هو العمل الذي يصلح للعرض على الله. شيء آخر، وأن أعمل صالحاً ترضاه، بآية ثانية، وأن أعمل صالحاً ترضاه. ما العمل الذي يرضاه الله؟ قال: ما كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله وحده، وصواباً ما وافق السنة. قد يكون عمل مبدئياً إرضاءً لله بس مخالف للسنة، لك يا نصيب خيري، دخلنا بالمتاهات. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. لذلك، وأن أعمل صالحاً ترضاه. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. قولاً واحداً، النساء مساويات للرجال في التكليف والتشريف والمسؤولية، مساواة تامة مطلقة. لكن حينما قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، له جواب آخر. خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به، وخصائص المرأة الجسمية والنفسية والفكرية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. درست في الجامعة في التربية الفروق بين الذكور والإناث،
المرجع الأول فرنسي لبياجيه، شيء لا يصدق. خصائص المرأة من كل النواحي كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل من كل النواحي كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. وهذا البحث الطويل الموثق العلمي ينقصه العنوان التالي: وليس الذكر كالأنثى. اختصاص، يعني أنت للتقريب بحاجة إلى نقل 50 راكب من مكان إلى مكان، أنت بحاجة إلى بولمان. في مرة ثانية بحاجة لنقل 5 طن خشب، بحاجة إلى شاحنة. أيهما أفضل، البولمان أم الشاحنة؟ هذا كلام غلط. لنقل البضاعة الشاحنة، لنقل الأشخاص البولمان. إذن خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أحيانا الإنسان يعمل عمل صالح ذكاء ليستقطب الناس، ليدعوهم إلى تأييده في الانتخابات. مثلا واحد رشح نفسه، كتب: انتخبوا فلان فهو خير من يمثلكم. فلما نجح كتب: فلان خير من يمثل عليكم. فلما صار وزيرا قال: فلان خير من يمثل بكم. فلذلك العبرة في النتائج لا في المقدمات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، المنطلق إيمانك، لا مصلحة ولا تكبير حجم ولا هيمنة ولا سيطرة، فلنحيينه حياة طيبة. مرة ثانية إخواننا الكرام، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعود الله مستمرة، إله الصحابة إلهنا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فإن لم نكن مستخلفين فالمشكلة مع أنفسنا، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، فإن لم نكن ممكنين فالمشكلة مع أنفسنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إن لم نكن آمنين المشكلة عندنا. آخر كلمة بالآية: يعبدونني. فإذا أخل الطرف الثاني بما كلف به من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. لذلك كلما رأيت وعودا لله عز وجل في القرآن ليست محققة، البطولة أن تتهم نفسك. الآن أنا أتكلم كلمتين، الأولى للأفراد والثانية للمجتمعات. أما الأولى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذا الكون مسخر لنا تسخير تعريف، ومسخر لنا تسخير تكريم معاً. موقف الإنسان الفرد من تسخير التعريف أن يؤمن، وموقفه من تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر كفرد حقق الهدف من وجوده، وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية. هذا زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق. أنا أخاطب الأفراد كفرد لحالك. يمكن بالمناسبة عظمة هذا الدين أنه دين فردي ودين جماعي. إن طبقه الفرد وحده من بين 7 مليارات مليون، بين 7 مليارات يخطف ثماره الفردية، وإن طبقته الأمة تقطف ثماره الجماعية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد، ما دامت سنتك
قائمة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله. كفرد الإيمان والشكر، كمجموع تطبيق منهج رسول الله. أخواننا الكرام، الحياة الطيبة بمقياس من؟ بالمقياس الإلهي. أكبر رجل يملك أكبر مبالغ في العالم في بريطانيا، دخل إلى غرفة أمواله، ما عنده صندوق، عنده غرفة بكاملة، أغلق الباب صدفة، ما خلى طريقة، ما أحد يسمعه، جرح يده وكتب أغنى رجل في العالم يموت جائعا. الله كبير. إياك أن تعتد بشيء، اعتد بالله عز وجل. مع أن الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، وفي أحد وفي حنين اعتدوا بعددهم، قال لن نغلب من قلة، فلم ينتصروا. قال بعض كتاب السيرة لو أنهم انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد. فأنت أمام إله عظيم، تعامل معه بقوانين. في كتاب متواضع اسمه قوانين القرآن، هذا الكتاب طابع قانوني، بمعنى القانون علاقة مقطوع بها قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليل. إن ألغينا الدليل صار تقليد، إن ألغينا الواقع صار جهل، إن ألغينا مطابقة الواقع جهل، إن ألغينا القطع أصبح الشك أو وهم أو ظن أو غلب الظن. أخواننا الكرام، فلنحيينه حياة طيبة بالمقياس الإلهي. يعني مسؤول كبير رئيس دولة سأل وزيره من الملك؟ قال له هو رجل له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه. أخواننا الكرام، حينما نعرف علة وجودنا في الدنيا نتحرك بحكمة بالغة. يعني أرسلت ابنك إلى باريس لينال الدكتوراه، هذا الابن وقف وقال إلى أين أذهب؟ نقول عجبا منك، لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم للسوربون، وإن جئت سائحا إلى برج إيفل، وإن جئت تاجرا على الأسواق، فأنت كائن متحرك. ما الذي يحركك؟ الحاجة للطعام والشراب بتحركك هي. وأنت كائن متحرك، بعد الطعام والشراب والأكل والشبع بدك شريك حياة. كمان بيحركك البحث عن زوجة، وبيحرك الفتاة انتظار شاب يخطبها. طيب أكل وشرب وتزوج وأنجب، انتهت حاجاته؟ لا، في حاجة ثالثة، هي الثالثة أخطر حاجة، سماها علماء النفس تأكيد الذات. أنت بحاجة إلى أن يشار إليك بالبنان، هذا أول طبيب. هذا الطبيب جراح قلب، معه برد، مو بردة، معه بردها، كنت فرق بين التنتين. هذا مهندس كبير، بحاجة إلى طعام وشراب، بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى التفوق. وهذه الثلاثة محققة في الدين، محققة تحقيقاً كاملاً في الدين. نعم. لذلك سئل أحدهم من السعيد، أو سئل من أسعد الناس، فأجاب من أسعد الناس، حركة واحدة، من أسعد الناس، فكان الجواب من أسعد الناس. إن أسعدت الناس فأنت أسعدهم، إن أسعدت الناس
فأنت أسعدهم، أنت أسعدهم. لذلك هذا الذي يعطي هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، هؤلاء البشر وضعهم ربنا في حقلين اثنين، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني هذا الذي آمن بالجنة صدق بالحسنى، بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، وبناء على هذا التصديق جعل حياته عطاء من علمه، من ماله، من جاهه، من قوته، من فكرته. نعم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء يمدحون في بعد موتهم وفي غيبتهم. وجميع الناس تبع لقوي أو نبي، فبطولتك أن تكون من أتباع الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، الآن في ملمح بآية دقيقة جدا: كلا لو تعلمون علم اليقين. العلماء قالوا هناك يقين حسي، وهناك يقين عقلي، وهناك يقين إخباري. شيء ظهرت عينه وآثاره، كهذه الطاولة، عينه وآثاره. أداة اليقين به الحواس الخمس، قال: واستطالاتها، الميكروسكوب استطالة لحاسة البصر، والتلسكوب استطالة. أما اليقين العقلي غابت عينه بقيت آثاره. يا ترى هل نرى نحن الكهرباء؟ لا نراها، نرى آثارها، نرى تكبير الصوت، نرى دوران المروحة، نرى تألق المصابيح. الذي غابت عينه بقيت آثاره أداة اليقين به العقل، أداة اليقين به العقل. لما لشيء غابت عينه عنا بقيت آثاره. الكون كله من آثار الله عز وجل، الكون كله ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. فلذلك كلا لو تعلمون علم اليقين، يقين حسي لشيء ظهرت عينه وآثاره، ويقين عقلي لشيء غابت عينه بقيت آثاره، ويقين إخباري لشيء غابت عينه وأخباره. طيب من أخبرنا به؟ هو الله. لذلك اليقين الإخباري قيمته بالمخبر. طيب في سؤال دقيق: لماذا قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى هذه الحادثة؟ ولا أنا. كيف يقول ألم ترى ربنا؟ الإخبار الله لك ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه، إله يخبر. أخواننا الكرام، الآن الإنسان من هو؟ هو نفس، هي ذاتك، هي أنت، هي المؤمنة، هي الكافرة، هي المتقية، هي المتفلتة، هي الحافظة، هي الناسية. ذات الإنسان أنت، نفسك. والله عليم بذات الصدور. وجسم وعاءك، ثياب ترتديها، وقوة محركة كهربائية. الروح هو القوة، والجسم الوعاء، وذات النفس أنت. أنت ذاتك هي النفس. والله عليم بذات الصدور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس والجسم وعاء، والروح قوة محركة، يعني تقريبا مسجلة ذات لون أحمر
مصنوعة من البلاستيك وفيها راديو، حينما سحبت المأخذ الكهربائي من المأخذ الأصلي ما بقى فيه صوت. ما الذي فقدناه؟ الروح، القوة المحركة. الجسم موجود، لو ميت مات على وزن على ميزان ما بينقص غرام، القوة الإلهية توقفت. لذلك هذا المصباح إما أن تكسره بمطرقة عطلت فيه قوة الاستقبال، هذا هو القتل، وإما أن تنقطع عنه الكهرباء، إما موت طبيعي أو موت جرمي. إذن النفس ذات الإنسان، والجسم وعاؤه، والروح قوة الإمداد. في شيء آخر، هذا العقل غذاؤه العلم، وهذا القلب غذاؤه الحب، وهذا الجسم غذاؤه الطعام والشراب. ما لم تغذي عقلك بالعلم وقلبك بالحب وجسمك بالطعام والشراب تتطرف. أما إذا غذيت العقل بالعلم والقلب بالحب والجسم بالطعام والشراب، إذا غذيتهما تكون متفوق، وإلا في تطرف. عندنا كان دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس قالنا مرة، الإنسان الذي لا يجد رغبة جامحة إلى أن يحب أو إلى أن يحب فليس من بني البشر. أنت عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. الآن ملمح ثاني متعلق بالذكر والأنثى، إنه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الحقيقة أن كل نوع له مهمة ينجح بها إذا أدها كاملة. يعني المرأة خلق الله أما أن تعبد الله فيما أقامها. كنت أضرب هذا المثل لعله طريف، امرأة تحب الله حبا جما، قامت الساعة الثانية ليلا وصلت وبكت ودموعها سالت، الساعة ستة تعبت آوت إلى الفراش وعندها خمس أولاد، ما دبروا حالكم، واحد مات مو كاتب وظيفته عاقبه المدرس، والثاني هندامه غير جيد أكل عقوبة ثانية، والثالث صندويشته ما فيها كيس نايلو، الزيت انتقل للكتاب أكل قتلة، فالخمسة أكلوا قتل. أقول هذه المرأة الأم لو استيقظت بعد الفجر بنصف ساعة ودفأت الغرفة، هيأ الطعام لأولادها، وضعت الشطائر بكياس نايلو، رأت وظائفهم وهندامهم، هي أقرب لله مليون مرة، لأنها عبدت ربها فيما أقامها. هي اسمها عبادة الهوية. ما جعل الله الغني غنياً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنة من خلال إنفاق ماله. فعبادته هو إنفاق ماله. وما جعل الله العالم عالماً إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة، إن الله جعله عالماً لينفق علمه. وأما القوي، وما جعل الله القوي قوياً إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنة. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أيام القوي بمنصبه بجرة قلب يحق حقاً توقيع ويبطل باطلاً، بجرة أخرى يثبت حقاً ويلغي باطلاً. هذه القوة مطلوبة، لكن إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك فالضعف وسام شرف لك. إذا هالطريق
يجب أن تضحي بقيمك ومبادئك، ابقى ضعيفاً، عندئذ الضعف وسام شرف لك. أخواننا الكرام، للتقريب، الله ضرب أمثال كثيرة بالقرآن، وضرب الأمثال مفيد جداً. يعني الشهوة محرك بالسيارة، والعقل المقود، والشرع الطريق، فالمركبة تنطلق بقوة المحرك، والمقود يبقيها على الطريق، والطريق هو الشرع. هي كلها أشياء متكاملة، فنحن بحاجة إلى الحكماء كمقود، وإلى الشباب للاندفاع. الشباب أمل الأمة، الشباب مستقبل الأمة، وما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. انظروا، عبدي ترك شهوته من أجلي. طبعاً ماشي الحال بالثمانين، واحد يتوب لله، بس ما عاد في شيء يتحرك. أما هذا الشاب بأول حياته، قوي شديد، عنده اندفاع قوي لإرواء شهواته، ضبط نفسه. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. أخواننا الكرام، من الآخر، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي الاتصال بالله. شايف جمال الكون؟ جبال خضراء، سهول خضراء، بحار زرقاء، عصافير تزغزق، ورود، رياحين، روائح زكية، أشياء جميلة. كل هذا الجمال شيء طفيف من جمال الله. فأنت إذا اتصلت بالله اتصلت مع أصل الجمال. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جئتنا. أخواننا الكرام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي حقيقة من الآخير، لا يمكن أن تسعد إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واحد سأل سؤال حشري، قال: فما بال الأقوياء والأغنياء، وين أني معيشة ضنك هي؟ قال: المعيشة الضنك لهؤلاء ضيق القلب، ضيق القلب. أذكر مرة إسطنبول، أول جسر بالبوسفور، هذا ثاني أطول جسر بالعالم، الأول بسان فرانسيسكو، هذا بإسطنبول ثاني أطول جسر. المهندس الياباني يلي هو صممه وأنهاه، يوم قص الشريط مع رئيس الجمهورية ألقى بنفسه بالبوسفور. ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. بتلاقي مؤمن بسيط بمعاش متواضع ببيت صغير 60 متر، بتلاقيه بجنة عايش. معك رسالة، أنت بجنة، مؤمن بجنة. مرة قال لي واحد هيك بجلسة فيها شيء 40 شخص، قال: بتقول مؤمن سعيد؟ لا، مو سعيد، يبدو علماني. هي ألطف كلمة، العلماني ألطف كلمة. قلت له: طيب اشرح. قال لي: إذا في موجة حر بده يتحمل الحر مثله مثل غير المؤمن. هو مؤمن خير إن شاء الله، وإذا في غلاء أسعار بده يتحملها. فالله ألهمني مثل مضاد. قلت له: واحد عنده 8 أولاد وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاء ومعاشه ما بيكفيه ثمن خبز، وعايش بغرفة واحدة. هيك الله ألهمني تفاصيل لا تحتمل. في أشقى منه، قال: لا. قلت له: له عم معه 500 مليون دولار، وأم مات بحادث، وما عنده أولاد،
مين وريثه الوحيد؟ الفقير. هذا خلال ثانية صار معه 50 مليون دولار، لكن ليقبضهم بده سنة. حصل إرث وروتين وتعقيدات. لماذا في هذا العام أسعد إنسان؟ ما أكل لقمة، دراجة ما اشترى، دخل بالوعد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. إذا أنت حينما تتعرف إلى الله، أقسم لكم بالله لا أبالغ، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة بإيمانك. أنت مع مين؟ مع الخالق، مع القوي، مع الغني، مع الجميل. كل ما في الأرض من جمال مسحة من جمال الله. لذلك لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. في بنفس المؤمن من الأمن، والله ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. في عنده يقين، عنده أمن، عنده سكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. لذلك دققوا الآن، هالآية لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل مدرس، لكل أستاذ، لكل مدير عام إلى أعلى منصب. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأحبوك. يحتاجها الأب والأم والمعلم وأي منصب قيادي. ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني لو كنت منقطعا عنا، يمتلئ قلبك قسوة، تنعكس القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض الناس من حولك. فكأن هذه الآية بالضبط قانون الالتفاف والانفضاض. لذلك تخلقوا بأخلاق الله. الله رحيم، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الله لطيف، كن لطيفا مع من حولك. لذلك الآية الدقيقة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هي الباء باء الاستعانة، كأن تقول أكلت بالملعقة، فادعوه بها. يعني تعرف إلى الله أولا، واستقم على أمره ثانيا، واعمل صالحا تقربا إليه ثالثا، واتصل به رابعا، عندئذ تتنزل على قلبك الرحمات، وقد تتخلق بأخلاق الله، وقد تشع في قلبك أنوار الله عز وجل. الآن إن دعوت الله بأسمائه، هو رحيم، أنت رحمت من حولك، هو لطيف، كنت لطيفا مع من حولك. أذكر قصة، يعني في جامع عندنا بالشام، هذا الجامع بحي تراسي، سوق ساروجا اسمه، وفي جامع بهالحي اسمه جامع الورد. خطيب هذا المسجد رأى النبي الكريم في المنام، وأنا ليس من عادتي أبداً ذكر الأحلام أو المنامات، لكن سامحوني بهالمنام الوحيد. قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. هو خطيب، شريعة، فقه، أحكام تجويد، علوم قرآن، علوم سنة، هذا بقال جاره وكأنه أمي، يعني اختل توازنه هذا. فطرق بابه بعد يوم، قال له لك عندي من رسول الله بشارة، فوالله لن أقولها لك إلا إذا قلت لي ماذا فعلت مع ربك. عمل عمل كبير معناته، والله ما رضي يحكي، لكن بعد إلحاح شديد وأغراه بالبشارة النبوية قام ذكر له، قال له أنا تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي بها كان حملها في الشهر التاسع.
قال له بإمكاني أن أفضحها أو أن أسحقها أو أن أطلقها، والقانون معي والشرع معي والأهل وأهلهم معي، أردت أحملها أن أحملها على التوبة. جاء لها بولادة، فلما ولدت حمل هذا الطفل الصغير تحت عباءته، وقف أمام جامع الورد ينتظر أن يبدأ الإمام بالصلاة، فلما بدأ ما في حدا، فدخل وضع الولد وراء الباب والتحق بالمصلي. انتهت الصلاة، بكى الصغير، تحلق المصلون حوله، هو تأخر كثيرا حتى ضمن أن كل من في الجامع تحلق حول هذا الصغير. قال خير إن شاء الله، شو فيه؟ قال تعال انظر فيه، لقيط. شو لقيط؟ قال تعال شوفه. قال أنا بكفل، أعطوني إياه. أخذه أمام أهل الحي بأكمله على أنه لقيط، وتبناه هو ورده إلى أمه. أخواننا الكرام، الإحسان فوق العدل بكثير. أيام أنت بإمكانك تحسن لإنسان وتنقله إلى البطولة، وأيام بتعاقبه بالعدل لكن في مشكلة. لذلك أخواننا الكرام، هالشهوات التي أودعها الله فينا، هاي الشهوات ممكن هي نمارسها 180 درجة، لكن الله سمح لنا 100 درجة فقط. حالكم كلمة دقيقة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. حرمان بالدين ما فيه، والدليل دققوا في الآية بدقة بالغة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه، الذي يتبع شهوته. أخواننا الشباب، حرمان ما في بالدين، بس في تصعيد للشهوة، في تنظيم لها. فلذلك الإنسان، أؤكد لكم يقيناً، هي الشهوة مثل البنزين بالسيارة، معك صفيحة بنزين، إن وضعتها في المستودع المحكم وسال البنزين في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب والمكان المناسب، ولد حركة نافعة أقلتك إلى بلد مجاور في العيد مثلاً، ما الذي يجري في المركبة؟ انفجارات. هذه الصفيحة نفسها صبها على السيارة، أعطها شرارة، أحرق المركبة ومن فيها، إما أنها قوة دافعة أو قوة مدمرة. أصدق ولا أبالغ، أنا أخاطب الشباب، والله استمتاع الشاب بما أحل الله له مليون ضعف عن استمتاع العاصي بشهوة لا ترضي الله. أنت مع الله، أنت ضمن منهجه، ضمن طاعته. لذلك أجمل شيء بالدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه، أجمل شيء على الإطلاق معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه. لذلك ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. الشهوات قوى دافعة إلى الله. الآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول لكم هذه الكلمة، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن ترى إنسان معرض عن الله وهو سعيد، مستحيل. فإن له معيشة ضنكا، يعني تكون الضنك ألم نفسي، قلق خوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. والمؤمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخوانا الكرام، القضية ليست قضية وردة تتزين بها، هواء تستنشقه،
هذا الدين خيار أصلي، خيار رئيسي، خيار حتمي. وهذا الدين يسعدك لأنه تعليمات الصانع، وأنت أعقد آلة في الكون، ولك صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك على ذاتك وسلامتك وسعادتك تتبع تعليمات الصانع. هذا الاتباع صون لك ولمستقبلك. والحديث طويل والدين عظيم كثير، لكن هي ومضات قليلة جدا في طريق الحياة الطيبة. الحياة الطيبة حياة فيها اتصال بالله، هو الغني، هو القوي، هو الرحيم، هو الحليم، هو العدل، بيدافع عنك، يسعدك في بيتك، والله يسعدك مع أولادك، يعينك على تربيتهم، لك علاقات اجتماعية طيبة، لك مكانة اجتماعية، عندك قرار حكيم، رؤية ثاقبة، عندك حكمة. الحكمة أكبر عطاء إلهي. بالحكمة قد يشقى إنسان بزوجة من الدرجة الأولى، ومن دون بالحكمة قد يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. بالحكمة يتدبر أمره بالمال القليل، ومن دون حكمة يتلف المال الكثير. من دون حكمة يجعل الصديق عدوا، بالحكمة يجعل العدو صديقا. مسافة كبيرة كثير الحكمة هي. ومن يؤتى الحكمة، بس ما في من يكون حكيما، وما في من يأخذ الحكمة، إنها تؤتى ولا تؤخذ. أكبر هدية من الله الحكمة والسكينة، والسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. لعلي أطلت عليكم سامحوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك فيك شيخنا الفاضل. الآن نمر إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. شيخ، السؤال الأول يقول: يطول بنا الأمل ونحن في هذه الدنيا، ونغفل عن نهاية الرحلة وبماذا سنلقى الله، فكيف نكافح تلك الغفلة جزاكم الله خيرا؟ النبي الكريم أجاب عن هذا السؤال، قال: أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، ما شئت فإنك محاسب ومفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وهذا الذي نؤمر به يقربنا من الدار الآخرة، ويدفعنا إلى طاعة الله عز وجل. يعني واحد، عفوا، هالبيت 400 متر، غرف ضيوف، غرف جلوس، غرف طعام، إطلالة، شرف، سيارتين ثلاثة، وبعدين في غير قبر؟ في قبر بعدين. هذا القبر ما دخلنا بحساباتنا؟ رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. لذلك واحد بمصر سمع النص، والده توفى، والده غني كبير، شو الطريقة؟ شاف واحد فقير يكاد يموت من الجوع، لابس كيس خيش تبع قمح، فاتحه من فوق، بنبق راسه من طرفين ايدتين وربطه بحبلة، بتنام مع أبونا هالليلة الأولى وبنعطيك 10 جنيهات، إطار عقله بـ10 جنيهات. قال: ابنام. حطوه جنب الأب، اجوا الملكين بالليل، طلعوا، قال له: في 2 بالقبر، عجيب، العادي 1، هذا الثاني مو ميت، طيب قام حرك، قال له: هذا طيب مو ميت، تعال نبدا. جلسوا، بدوا بالحبله، هني جايبه من البستان، شلون فت للبستان؟ جاوب: موتوه. طلع قال: الله يعين ابوكم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الله كبير.
السؤال الثاني سيدي، من منظور تربوي، كيف النهوض بروح المسؤولية عند الشباب؟ أنا أرى أن الشباب هم عماد الأمة، وهم مستقبل الأمة، هم القوة الفعالة في الأمة. هؤلاء الشباب طلباتهم متواضعة جدا، أنا أنوب عنهم في هذه الطلبات. يحتاج إلى فرصة عمل بس، وزوجة، ومأوى صغير بس. أمن له حاجاته الثلاث بيعطيك كل طاقة الأمة، لكن لا في أمل يتزوج ولا يشتغل ولا في عنده دخل، حتضيعه، بيقع بأحد تطرفين: تطرف تفلتي، إباحية، تشددي، تكفير وتفجير. هذا الواقع. جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: قد يوفقنا الله تعالى إلى الأعمال الخيرية، إلا أنه قد يشوبها رياء وسمعة وعجب وما إلى ذلك من المفسدات، فكيف السبيل إلى الصدق والإخلاص في كل الأعمال؟ قل الله ثم أعرض عن هذه الوسوسات. ترك العمل الصالح خوف الرياء هو قمة الرياء. ترك العمل الصالح خوف الرياء قمة الرياء. لذلك قل الله ثم ذرهم الموسوسون. أنا هذا رأيي. عم تعامل خالق الأكوان، طبعا إذا أنت عملت منيح بيحبوك، خطأ يحبوك ويقدروك، ما في خطأ، طبيعي جدا. هناك من الشباب من يكون على طريق الالتزام منذ وقت بعيد، إلا أنه قد ينتكس ويفقد حلاوة الأيام الأولى من الالتزام، فكيف معالجة هذا الأمر؟ والله هذا الشاب إذا بنى إيمانه تقليدا لا تحقيقا، وكان في عنده أشياء مرغبة بالدين، فلما تقدمت به العمر ضعفت هذه المرغبات، هي حالة موجودة. أما أنت ابدأ إيمانك فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. الإيمان لا يؤخذ تقليدا ولو كان التقليد صحيحا، ما قال فقل لا إله، قل فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن حينما تبني إيمانك على العلم وأنت بتطبق تماما قطفت الثمار. هلأ إذا واحد فتح محل صغير وربحه باليوم مثلا 100,000، بيتركه؟ ما مستحيل يتركه، ما دام أنت قطفت ثمار الدين خلاص مستحيل. هذا إيماني أنا، ما دام ذقت طعم القرب من الله. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان إذا ذقت إنسان آخر. الخوف من الموت هل يعني ضعف الإيمان؟ الخوف من الموت هل يعني ذلك ضعف الإيمان؟ لا، كل إنسان بيخاف من الموت طبيعي، لكن في إنسان أبدا، إنسان يستعد بالتوبة والعمل الصالح. هذا لو جاء الموت، أحد التابعين قال: أنا التقيت بأربعين صحابيا ما في واحد وافتهم المنية إلا كانوا في أسعد لحظات حياتهم. وكربتا يا أبتي، قال: كرب على بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كيف نعد الولد الصالح الذي يدعو لنا بعد مماتنا؟ هذا الولد الصالح بده بيئة صالحة. هيئ له بيئة صالحة لا ترضي الله، هيئ له برامج صحيحة بيطلع صالح طبعا، في قوانين. أما بيت في أشياء أشكال ألوان، أنا كنت أقول كلمة قديمة مو هلا بقولها: كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاق الصحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غدا لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. الله يحفظك. هذه تقول
كلما اتسعت الصحون على السطوح. عندي 300 محطة بجيبهم ما شاء الله، ألف هلا في ألف. كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاق صحون المائدة، وكلما رخص لحم النساء غدا لحم الضأن. المرأة شيء مقدس، هذه لزوجها ولمحارمها، بس مو للطريق. نعم، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. الله يخليك. تقول: أنا أخت ملتزمة منذ سنوات والحمد لله، وكنت أعاني من وسواس واضطرابات نفسية، ذهبت ولله الحمد مع ذهبت يعني هذه الوساوس والاضطرابات مع السنوات الأولى للالتزام، ولكن الآن رجعت لي هذه الأعراض وفقدت طمأنينتي، فهل هو من تقصير مني أم هو ابتلاء من الله؟ فأفيدوني جزاكم الله خيرا. أنا أقول لهذه الأخت: إن الله لا يحاسب إلا على العمل، إذا في وسواس لا تحاسب عليه، لأن تطمئن، الحساب على العمل فقط. لكن هذه الوساوس لو واحد ما استعاذ بالله منها واستمرأها وتابعها ممكن تنقلب لعمل. أولاً لا تحاسب إلا على العمل، لكن هذه الوساوس استعذ بالله منها فقط. هل الخوف من ضيق الرزق يعتبر من سوء الظن بالله عز وجل؟ لا، حسن الظن بالله ثمن الجنة، بس أنت يجب أن تعلم علم اليقين أن هناك حكمة بالغة في الرزق. هذه الحظوظ، اسمعوا يا أخوان، المال حظ، والوسامة حظ، والذكاء حظ، والنسب حظ، والعلم حظ. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء فقط، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. في بائع متجول على عربي، وفي رئيس غرفة التجارة، في جندي خدمة إلزامية ببلوكوس قاعد بالشتاء بالمطار، وفي رئيس أركان عنده 5 سيارات، في رئيس غرفة تجارة، وفي تاجر صغير، في أستاذ جامعي له كرسي كمان، أستاذ ذو كرسي، وفي معلم ابتدائي بقرية. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اسمع الآية: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. وين بطولتك؟ يكون لك مقعد ثابت بالآخرة، فالمقعد الثابت بيدك، كله بيدك، باستقامتك وعملك الصالح فقط. عفواً، واحد هون عندي 3 صفار قدامه، قد صاروا؟ والثلاثة تانيات 1,000,000، والثالثات 1,000,000,000، والرابعات 1,000,000,000 للحائط. لا، من الأرض للشمس كل ميل لي 156,000,000 كيلومتر، وكل ميل لي 0. هذا الرقم إذا نسب لللانهاية قيمته 0. أنت مدعو لللانهاية لأبد الآبدين بالجنة، بتروحها مشان كم سنة؟ نعم. تقول: زوجي كثير السهر يعني خارج البيت، فكيف أتصرف ولدي 4 أطفال وأبقى وحدي طيلة اليوم والليل؟ السؤال لزوجة مو لي. طيب، سؤال يقول فضلكم: كيف نرقى من خلال الابتلاء بديننا وإيماننا، وما هي آلية ذلك؟ كيف؟ أول كلمة: كيف نرقى من خلال الابتلاء بديننا وإيماننا، وما هي آلية ذلك؟ أولا إخواننا الكرام، ممكن تتصور جامعة للامتحان؟ لا، ولا تتصور حياة بدون ابتلاء. إنا كنا مبتلين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
الابتلاء علة وجودنا. هلأ ليست البطولة ألا تبتلى، هي مستحيلة، البطولة أن تنجح في الابتلاء. قبولك هذا الابتلاء بل أن تشكر الله عليه. من إذا أحب الله عبده ابتلاه، عفواً بيجي لعن طبيب واحد معه مثلاً قرقرين بدأ أقطع رجله، واحد ثاني معه التهاب معدة، هذا ما في أمل، لا بد أن قطع رجله، هذا بالحمية بيطيب. فإذا بدك عفواً هذا اللي معه قرقرين قال له شو أكل؟ قال له كل ما شئت، شغلي مو مطولة لأنه كل ما شئت. أنه أفضل أن تؤتى الدنيا كما تشتهي وأنت مخالف منهج الله، أما أن يسوق الله لك بعض الشدائد بعدها تستحق الجنة. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. سيدي يقول: أتوفر على مبلغ 5 ملايين درهم، ما شاء الله، جمعتها بالحلال والحمد لله، نفسي تريد بيتا فخما للأسرة. وينه وينه الأخ هذا؟ قال نفسه تريد بيتا للأسرة، فخما للأسرة، والروح والروح تريد بيتا لله عز وجل. مرة ثانية بالله. قال النفس تريد بيتا فخما للأسرة، وروحه تريد أن يبني مسجدا بيتا لله عز وجل. يبني مسجد. طيب. قالت هناك كلام كثير عن الحجاب اللباس الشرعي، فما رأيكم في علماء الأزهر، بعض علماء الأزهر الذين أكدوا أن الحجاب فقط هو عرف وليس بشرع؟ هذا عالم أزهري؟ وهكذا قالت زعمت، وناقل الكفر ليس بكافر. يا لطيف. نعم، لذلك كان في خطيب بمصر يقول الأزهر الشريف سابقا. سابق. يا سيدي يقول: كيف أعلم أن الله تعالى يحبني؟ لا يمكن أن تخطب ود الله إلا وأن الله أنه يحبك. هلا أي أب بالأرض إجا ابنه معه أخذ عشرات تامة بكل علاماته وسناء على أخلاقه، بس بيقول له عود لكان لما بيقبله وبيخطفه وبيكرمه بجائزة؟ مستحيل. إله يراك تخطب وده، تطيع أمره، تحارب شهواتك كلها، بار بوالديك، ناصح صادق، ما في شيء، ما في شيء أبدا، بيلقي بروحك سعادة ما بتوصف. إذا ما بتقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني، عندك مشكلة بإيمانك مع الله. أنت مع الجميل، مع القوي، مع اللطيف، مع الرحيم، مع بيده كل شيء، حياتك بيده، رزقك بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، إله أنت معه تخطب وده. بكل واحد له صاحب هيك شوي له مكانة بالدولة بيمشي بالعرض، فكيف واحد مع الله عز وجل؟ آخر سؤال سيدي، يقولون بأنكم قد استقبلتم يعني الشعب السوري الشيعة في سوريا 2006، فكيف استقبلوكم وعاملوكم الآن في هذه الأزمة؟ والله شيء مؤلم جدا، الله هيك يحميكم منهم بس. آمين. الكلمة الآن لرئيس الجمعية سيدي عبد العالي بن جلون، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعية الرعاية التي استضافتكم ورحبت بكم تشكركم جزيل الشكر على قدومكم هذا، وعندها نموذجين تريد تقديمهما لكم تذكاريا من جمعية الرعاية للأعمال الاجتماعية والثقافية.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وشكر الله تعالى للحضور الكريم ولجمعية الرعاية ولجمعية الحضن ولكل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى العظيم. ونشكر سيدنا وأستاذنا وشيخنا الدكتور سيدي محمد راتب النابلسي على هذه الزيارة للمغرب، وإن شاء الله تعالى سيكون لها ما بعدها إن شاء الله تعالى. هذه أول مرة وسيعود مرة ومرات أخرى إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى له الصحة والعافية والبركة في العمر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.